أخو يوسف، هذه النخبة الجميلة الرائعة المميزة في مقدمة الأسماء، هذه اللي سيطرت، هذه السيطرة اللي سيطرت، هذه السيطرة الواضحة على مقدمة الشوط. مسيرتنا تسير ونلحق بزمام الأمور في مقدمة الأسماء، هذه القائدة المسيطرة، يا سلام بهذه القوة 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 مع التحديات. مرضية مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، بينما بدوري آخذ المركز الثاني. المركز الثاني هذه مرضية للسيد سلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش مع المركز الآن الثاني، وفي المركز الثالث. المركز الثالث، يا سلام يا سلام، التحديات والإثارة والقوة والانطلاق الرائع والمميز. هناك اللي راحت، وهناك اللي سيطرت، وهناك اللي تحدت مع هذه التحديات ومع هذه المسيرة، يا سلام. مع المركز الآن الثالث، وفي المركز الرابع الوصول والتحدي. هناك التحدي، هناك الظبي عبيد بن سعيد بن سيف بن حمد بن مايد المزروعي، هذه اللي سللت ظبي الفلا. والمركز الرابع، المركز الرابع تحدي، المركز الرابع الواصلة، المركز الرابع هناك اللي راحت واللي تبحث واللي تبي هذه النقاط الرائعة والمميزة، ما شاء الله. هذه شامة جميلة هي الحلامي، وهذه العلامة الجميلة، وهذه النجمة المرصعة بالذهب مع شامة وسعادة أحمد بن سلطان الحلامي في رابع الأسماء. الدور دور المركز، المركز الخامس، والمركز الخامس الوصول أيضا هناك من قبل شقرة محمد بن سويد بن قشمان المنصوري مع المركز الخامس، وفي المركز السادس شاهينية سلطان أو سالم محمد بالشرقي العفاري الحاضرة والمشاركة، هذه المشاركة الجميلة. بينما الاسم القادم والتدخل من قبل الشاهينية عبد الله بن سيف بن غدير بن علي العرياني الواصلة أيضا والمنتقلة من مركز إلى مركز، وهي الآن تحولت إلى المركز السادس. المركز السابع، المركز السابع تذكار يا السويدي، تذكار جميلة مع سالم بن مانع الغويص السويدي في المركز الآن السابع، وفي المركز الثامن هناك تأخير من قبل شقرة محمد بن سويد بن قشمان، وأيضا الوصول من الفائز محمد بن أحمد بن حلوة، وفي المركز العاشر تكريم لمساعد بن محمد بن مساعد بن خالد المنصوري. هذه هي مسيرتنا تسير، هذه هي شعاراتنا تسير، نحو الأمام تقدموا، نحو الإنجاز سطروا واستعدوا، ما شاء الله. المسيرة تسير، وعودة مع المركز الأول، عودة مع الظبي، عودة مع الظبي عبيد بن سيف بن حمد بن مايد المزروعي مع التحديات ومع الإثارة، ما شاء الله على هذه الظبي المنجزة القائدة المسيطرة اللي هناك طارت بسم الله ما شاء الله، طارت وتحملت قيادة هذا الشوط، ما شاء الله يا المزروعي، ما شاء الله على هذه الظبي الرائعة والمميزة. وفي المركز الثاني، المركز الثاني يا سلام، أيضا هذه مرضية، وسلطان بن سعيد بن راشد ابن دغيش مع المركز الثاني ومع هذا الاسم الكبير، وارجو المحافظة على هذا الاسم الكبير، هذه مرضية. والمركز الثالث، المركز الثالث الوصول والتحدي أيضا من قبل الشاهنية، سالم بالشرقي العفاري، سالم بالشرقي العفاري
الواصل مع هذه الأسماء الواصلة. والحلامي هنا يصل يا سلام، يصل مع شامة، يصل مع هذه الشامة الجميلة المنتصرة بهذا المركز الراقي، وهي تتقدم نحو الناموسي ونحو الزعفران ونحو الخير ما شاء الله. تحدي مع شامة سعادة أحمد بن سلطان الحلامي الحلامي الحلامي. وفي المركز الخامس المركز الخامس المركز الخامس هناك الشاهينية عبد الله بن سيف بن غدير العرياني مع المركز الآن الخامس. وفي المركز السادس هناك يا اخواني اللي بدأت تتسلل، اللي بدأت تغير ووصلت الفائزة، فائزة مع بن حلوة، فائزة بن حلوة ووصلت بكل قوة. وكذلك محبة بن يطبع محمد بن حمد بن يطبع العامري الواصل مع هذه الواصلات، مع هذه المتألقات الباحثات عن الفوز وعن الناموس. زعفرانه عبد الرحمن بن سعيد بن سالم الكعبي الواصل ولا منطلق والباحث عن الفوز وعن المشاركة المشرفة ما بين هذه النخبة الجميلة. وصلت ليالي حمد بن سالم بن سليم الكتبي، يا مرحبا بليالي ويا مرحبا بهذا الشعار الجميل المميز. بينما الأسماء تسير وهناك يا إخواني هناك تذكار كما ذكرت السويدي مع الذكريات الجميلة، وتذكار يا سلام سالم بن مانع الغويص السويدي مع التحدي ومع الإثارة. عودة مع المركز الأول، عودة مع هذه النخبة مشاهدينا الأعزاء مع مقدمة الصوت مرضية مرضية مرضية، عز الله انها مرضيه يا بن دغيش. ما شاء الله ما شاء الله حلقت الى المركز الاول، هذه مرضيه مع المركز الاول سلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش مع المركز الاول ومع القوه والانطلاق. المركز الثاني وين الثانيه؟ وين الناموس؟ مشاهينيه سالم بن محمد بن شرقي العفاري، ولكن التسللات مع الضبي عبيد بن سيف بن حمد بن مايد المزروعي وكذلك انضمام رائع ومميز من نمارق سعيد بن منان بغدير الكتبي مع هذه الأسماء ما شاء الله. وكذلك وصول وتحدي من الشهنية سالم بن محمد بالشرقي العفاري ما شاء الله. إلى وين الناموس؟ وين إلى السلام؟ وين غنادير مكتوم بن منانة مع غنادير؟ ولكن ماذا؟ نمارق مع المركز الأول، نمارق التحديات سعيد بن منانة الأول والثاني والأسماء. يا سلام يا سلام يا سلام، نمارق خاصة، نمارق النواميس، نمارق نمارق نمارق. الله 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 الله، التحدي والإثارة. تهانينا بلون السماء الجميلة مع هذا الفوز والانتصار. نمارق سعيد بن منان بغدير الكتبي. وفي المركز الثالث الوصول أيضا من قبل زعفرانه عبد الرحمن بن سعيد بن سالم الكعبي مع المركز الثاني. وفي المركز الثالث القوة حاضرة أيضا من مع انذار سعيد بن خليفة بن زاهرة الخيلي في المركز الثالث. وفي المركز الرابع الوصول أيضا من قبل عالية محمد بن مبارك بن سيف الكتبي. وفي المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء أيضا الوصول من قبل الشهنية سالم بن محمد الشرقي العفاري. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. هذه لحظات التوقيت الزمني المرافق لها في هذا الانتصار 9 دقائق مشاهدينا الأعزاء، 11 ثانية وسبعة أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني 9 دقائق. تسع دقائق 14 6 اجزاء من الثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز ايضا المستحق اللي هي في المركز الثاني زعفران عبد الرحمن بن سعيد بن سالم الكعبي. في المركز الثالث الحضور رائع ومميز والتوقيت الزمني 9 دقائق 15 ثانية 5 اجزاء من الثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز لمالك زعفران عبد الرحمن بن سعيد بن سالم الكعبي في المركز الثاني. وفي المركز الثالث كان من نصيب انذار سلطان بن خليفة بن زاهرة الخيري. هكذا مشاهدينا الاعزاء انهينا قصة هذا الشوط